تعد شركة خدمات مطار البحرين باص مزوداً معتمداً للخدمات الأرضية والشحن والتموين. نعم، وتلتزم الشركة بخدمة عملائها وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة، كما تقوم بالتطوير المستمر في كفاءتها التشغيلية. منذ تأسيس شركة خدمات مطار البحرين باص، وهي تقوم بتقديم خدمات متكاملة بمطار البحرين الدولي وفق أعلى مستويات من الجودة والأمن والسلامة والمزود المعتمد للخدمات الأرضية والملتزمة بالتطوير المستمر في جودة وكفاءة خدماتها التشغيلية. فمن حيث العمليات الأرضية ومبنى المطار، توفر الشركة خدمات نقل أرضية شاملة بدءا من تسجيل الوصول حتى تسليم الأمتعة. وعلى صعيد الشحن الجوي، توفر إدارة الشحن مجموعة متكاملة من الخدمات لمشغلي طائرات الشحن وشركات الطيران المجدولة والمستأجرة في مملكة البحرين. هذا وتشمل خدمات باص على التموين، حيث تمتد المساحة المخصصة لهذا الغرض إلى نحو 11,000 متر مربع، وهي منشأة حديثة مجهزة وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وتقع داخل مطار البحرين، وتقدم أكثر من 500,000 وجبة شهريا. وبخصوص إدارة هندسة الطائرات المعتمدة من قبل المنظمات المتخصصة، فهي توفر خدمات صيانة الطائرات والشهادات التقنية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لأكثر من 18 شركة طيران. أما بالنسبة إلى مركز تدريب هندسة الطائرات، فهو مركز تدريب معترف به دولياً منذ عام 2004 للتدريب على هندسة وصيانة الطائرات، يقدم شهادات احترافية وحاصل على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. ومن حيث التعليم والتطوير، يؤمن مركز التدريب والتطوير بأهمية التميز المهني عبر تمكين الموظفين والعاملين وتطوير مهاراتهم.